نحن اعتمدنا الآن النسخة، مثلا اعتمدت أنا نسخة المجمع أحفظ عليها، وأريد أن أكتب المصحف على كتابة مجمع الملك فهد. اتفقنا أن نأخذ ورق A4، هذا للتدريب فقط. صحيح، نعم. وبعد هذا نأخذ الورق، نعم، اللي هو نعم الكوشيه، كوشيه لما ورق لما، نعم، نكتب عليه. صحيح، تمام، نعم. ومن بالنسبة للطالب المبتدئ في، نعم، الكتابة، سواء كتابة المصحف أو كتابة الخط العربي، يستطيع أن يستخدم قلم جاهز، الأقلام الجاهزة متوفرة وأسعارها رمزية، وأيضا أوراق A4 العادية. العادية هذا اللي عليها، نعم، طباعة الورق. نعم، التي تستخدم، نعم، للطباعة. تمام. يستطيع أن يستخدم الأوراق العادية هذه للتمرين أو لكتابة الآيات، ثم بعد ذلك في مراحل متقدمة يستطيع أن يغير أوراقه إلى أوراق فاخرة، وحتى القلم يغير إلى قلم أجود من هذا لتحسين الخط ولإخراج الخط بشكل جميل. تمام، إحنا صورنا لهم الأوراق وال... صحيح، نعم، في مقطع ثاني، نعم. تمام، الآن سوف نبدأ بالطريقة الطريقة التقليدية، سواء كان في تمرين الخط أو كتابة المصحف. الطريقة التي استخدمها أغلب الناس النظر إلى الشيء المراد تقليده، سواء كان خط أو مصحف أو مثلا صورة، نعم، مثلا، أيوه. الآن مثل الصفحة هذه، استغفر لهم، لو بدأنا الطريقة العادية، الآن أنا أنظر إلى الكلمة ثم أبدأ بتقليد الكلمة. نعم، أنا ظننت أنك عندما تكتب ستكتب لنا الآن، ستكتب يعني خط صغير. لا لا، لكن كما يعني تكلمنا من قبل أن المصحف هذا مصحف المجمع كتب على أوراق كبيرة، يعني أكبر مما نتصور نحن. كم مقاس الورق التي كتب عليها من كتب مصحف المجمع؟ طبعا الأوراق التي كتب عليها الشيخ عثمان طه خطاط المصحف، إيه؟ هي ارتفاعها متر وعرضها 70. سبحان الله، نعم، لوحات كبيرة. صحيح، نعم. وأيضا القلم المستخدم في الكتابة 2.5 إلى 3 ملي، نفس القلم هذا تقريبا. صحيح، نعم، لكن يعني نستخدم الأوراق كبيرة أو الخط يكون كبير. صحيح، نعم. ثم بعد في ذلك البداية. صحيح، في بداية كتابة المصحف تكون الصفحات كبيرة، وبعد ذلك أثناء الطباعة يستطيعون التحكم في أحجام المصاحف التي يريدون إنتاجها، إما مصحف للجامع أو إما للاستخدام العادي أو مصحف للجيب. هذا أنا، نعم، إذا أراد يطبع، نحن نريد الآن يحفظ ويكتب، نعم، كتابة صحيحة ويتدرب على الكتابة.